السلام عليكم. اليوم اسمحوا لي، اول يوم دخلت فيه امينه بنتي تقرا ما قدرتش نحكم روحي بالفرحه وجابي بنتي بعدت عليا بزاف. وامي قالوا لي من 8 4 ما شديت روحي، وما فرحت لي بنتي كبرت وراي سنه اولى، وغير البارح زادت وفق الجميع. والله ربي يرزق كل محروم وربي يوفق كل واحد عندها الدرية، والله يجعلها صالحة ويطلب بنتي تنجح والله يحفظها. وهذا اليوم ما يتنساش كما اليوم زادت، قد ماني فرحان قد ما مشي زعفان، راني ولفتها في الدار انه هي تنوضني وكاع. الله يوفق الجميع.